المواطن العراقي احتار بزمانه ليش يفكر ويا مشكله ويا اي مصيبه ممكن ان يتعايش وممكن ان يصفي ذهنيته ليفكر ليخرج بحصيله بخلاصه الناس كانت وما زالت منشغله في انها كيف تتدبر رغيف الخبز الذي اصبح شحيحا عليها بفعل هذه الأزمة والأزمات التي تراكمت من سنوات طويلة وكلما يحاول أن يكيف نفسه الطقعة عليه طقاقة جديدة الآن الولد بالبرلمان وبالحكومة وقادة الكتل السياسية الله يكتب سلامتهم منشغلين جدا منهمكين في اجتماعات قائمة على قدم وساق للقراءه والتمحيص واقرار قانون الجريمه الالكترونيه منظمات المجتمع المدني المواطن العراقي منظمات حقوق الانسان الشارع المثقفين المتظاهرون المحتجون كل شرائح المجتمع مذهوله من هذا القرار والكل يعتبره جريمه جديده تضاف الى سجل الجرائم السابقه والا ما الذي يستدعي بمن يسمون انفسهم ممثلون عن الشاب العراقي ان ينشغلوا هذه الايام باستصدار قرارات من هذا النوع؟ قرارات قيل عنها مخيفه مرعبه تحول البلد الى معتقل كبير. البارحه كان عندنا اربع ارهاب بفعل المنظمات المتطرفه والمتشدده والخارجه عن الدين والمله والمذهب اليوم راح يجينا ما يشبه قانون خمسه ارهاب بحيث اننا كلنا نصبح معرضين للمساله من خلال نصوص مفخخه كتبت بايد لا تريد لصوت عراقي ان يظهر من جديد وقلناها من زمان ونقولها الان يا سياسيون مارسوا سياسه انظر حولك واقرا زين واستفاد من القبلك القبلك والقبل قبلك لما كمم الافواه ولما له عشرين جهاز امني ولما ارتكن على القوه والخوف وين صار المصير وين صار المصير وبعدين اللي يخاف من شعبه خليه يلحق يشد غرابه تسمع المواطن انت ما تقدر تعيشني انت ما تقدر تأمني بحياتي انت ما كنت أمين على ثرواتي انت ما كنت نزيه انت ما كنت عادل انت كنت فاسد على أقل تقدير امنحني فرصة لما تدوس على جرحي أقول آخ كتلة المساحات الخضراء بالبلد أن سرقة المليارات في البلد انتهى النظام الدستوري في البلد آخر ما تبقى ظل بس هذا الصوت والآن نحاكم على النية ما صايره قلنا لكم يا بي. البلد بحاجة إلى تعزيز وتعظيم موارده من واردات غير النفط مو ترحون تجيبونها من خلال سجن الناس وانتم لحد الآن صار فين مئات المليارات على إرهابيين بالسجون من خلال إطعامهم الآن تاخذ خمسين مليون وتاخذ ثلاثين مليون وتاخذ عشرين مليون وتاخذ خمسة مليون وتاخذ ثلاثة مليون أو تاخذ اثنين مليون من قانون الجرائم الألكترونية شنو بويه؟ كل هذا صار لأنه أكو شعب مصر على محاربة الفاسدين بدل ما تكونون مع شعبكم وتقفون مع شعبكم يا أخوان يا برلمان وتقفون بوجه السلطة التي تحاول أن تكمم الأفواه وأن تطلق الحريات ما أن يتحول البلد إلى معتقل كبير عندما يظهر متظاهر او ناشط او اعلامي او صحفي او مركز حريات يقول للفاسد فاسد